عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة، مرحبا ألف معكم أستاذ. في المقطع هذا بشرح لكم عن الشركة. في ناس إذا أنت تعرف، في ناس ما تعرف، في ناس جديدين في اللعبة، عرفت؟ لا تجي تطير علي في التعليقات. طيب الشركة طبعا لما تجي تشتريها تفك التليفون وتروح عند محل ما تشتري البيوت، تضغط إكس ويجيك الخيار اللي في اليمين هنا، تضغط إكس وتضغط على إنتر سايت، يطلع لك 4 شركات كلها نفس الوظيفة بس فرق الموقع. ركز معايا، كلها نفس الوظيفة لكن فرق الموقع في السعر. أرخص واحدة اللي هي هنا قيمتها 1,000,000، الأسبوع اللي راح كان في عليها تخفيض، وهنا 3,100,000، وهنا 250,000، وهذه ب4,000,000 اللي هي أغلى شيء. أوكي، ليش إنها أغلى شيء؟ لأنها في وسط المدينة، عرفتوا؟ هذه أبو 1,000,000 كانت ب500,000 أو 600,000 الأسبوع اللي راح. طيب من هنا تشتري الشركة. طبعا هنا ما في للمصاعد، اذا تبغى تخرج تروح للمصعد، تروح للجراجات. طبعا الجراجات برضو تشتريها بفلوس. الجراج الاول يشيل 20 سيارة، الجراج الثاني يشيل 20 سيارة، الجراج الثالث يشيل برضو 20 سيارة، المجموع كله 60 سيارة. وهنا عندك اذا شاري الكوستوم اوتو شوب اللي هو مكان التعديل حق السيارات، في مكان حق تعديل السيارات بس بدون بيع، وهنا تنزل على الارض، وهنا تنزل على السقف، وهنا تخرج بسياره من سيارات الشركه. طبعا سيارات الشركه اللي هي كالتالي، تضغط تفك الشركه اوكي، وتروح عند سي اي او فييكلز، واللي تيجي عليها مجانا اوكي، اللي تيجي عليها مجانا هي كلها سيارات شركه، بس في سيارات تجي هديه. والسيارات الثانيه اذا اشتريتها من المعرض اللي محل ما تشتري السيارات، خلاص بممنوعك تشتريها، تقدر تطلبها هنا بسرعه، اسرع من الميكانيكي. تترس بنجمك تيجي دائما لونها اسود وعليها تظليل اسود والجنوط سود وكل شيء اسود في اسود. طبعا اول ما تيجي هنا تضغط عندها سهم يمين، يجيك اللي هو بيجاسوس، نضغطه. الاشياء اللي تقدر تطلبها من بيجاسوس الموجوده عندك اللي هي نفس العلامه هذه، اللي ما يعرف ايش هو بيجاسوس، بيجاسوس اللي هو هذا في سيارات او دبابات حربيه او اي ان كان تشتريه، ما يجيك في الميكانيكي، يجيك في عند بيجاسوس. الا ما حتى لما تطلبه يجي المركبه لونها اصفر. طبعا العلامه اللي في الجدار تتغير من الشركه لما تيجي تشتري الشركه. هنا عندك البيرسونال فيكل ستور، هذا برضو اي شيء تبغاه من سياراتك الخاصه تطلبه من هنا، وعلى طول ينزلك تحت وتركب سيارتك وتضف وجهك. هنا عندك اذا كنت بتعبي سناك، نفس الطريقة اللي في المقرات الثانية او من عند السوبر ماركت. وعندك الاخر خيار اللي هو البزر، اللي هو الهليكوبتر، بس ما ادري هو صح بزر او حتى مو طالع شرح عليه. طيب نخش مرة ثانية، هي المرة الاولى اللي دوبي دخلتها. هنا عندك دولاب الملابس اوكي، اذا تبغى تغير ملابسك. هنا حمام اذا تبغى تتروش، طبعا في جلتشات هنا يسووها كمان. هنا برضو اتوقع حمام بس ما في له ترويش. هنا عندك غرفة النوم، تبغى تنام مثلا تعبان، هنا ما في شيء. او في شيء، تجلس على الكرسي. نروح اللي بعده. طبعا هذه الغرفة او المكتب، هنا تجلس مثلا انت بتسوي سيناريو ولا تبغى تصور مع عيال، قال لك هنا تجلس. وهنا هنا في كمان اللي هي الكمبيوترات، الكمبيوترات اخش عن طريق الجوال اصرف لي، ليش اروح على الشركة عشان اخش الكمبيوتر؟ طبعا هذه الاشياء اللي تشوفوها في الارض اللي هي الشنط ولا كراتين هذه والاسلحة والمخدرات وفلوس هنا وفلوس هناك وفلوس هناك وهناك وهناك، هذه كل ما تجلس تجمع في البضائع اللي هو بشرح لكم اياها بعد شوية. كل ما تجمع في البضائع كل ما زادت الكراتين عندك، وخلاص تجلس موجودة عندك، عرفت؟ ما تروح اتوقع. يعني زيادة في الديكور عندك وزي كذا. طبعا شاشة التلفزيون زي باقي البيوت. شوفوا هذه كلها من البضائع حقتها. طبعا الفلوس على حسب فلوسك اللي موجودة عندك في البنك وفي الكاش. كل ما زادت الفلوس عندك كل ما زادت الفلوس في المكتب، عرفتوا؟ انا شوف كم معايا، 3,000,000 تقريبا، عرفتوا؟ 3,000,000 او 4,000,000 ما في حيل احسب. فكل ما زادت الفلوس، شوفوا الفلوس، فلوس كلها موجودة في الزاوية كذا، فلوس على الطاولة، فلوس هناك. إذا وصلت 10,000,000 الأرضية كلها تتعبى فلوس،
يصير كذا جبال من الفلوس. كل ما زادت فلوسك كل ما زادت الفلوس في المكتب. طبعا اذا اشتريت من عندك الدولاب حق الاسلحه، يجي هنا دولاب الاسلحه. طبعا انا ما اشتريته لانه ما احتاجه وما منه فايده. وهنا برضو دولاب الفلوس، بس اللهم انك تفك الدروج، وعلى قال لك انه خزنه فلوس بس برضو شكل ما منها فايده، فما يحتاج انك تشتريها وتضيع فلوسك عليها اذا كنت من النوع الناس اللي تحتاج الفلوس وما تدور الديكورات. طيب عشان تجلس على الكمبيوتر هنا لازم تفك الشركه، بعدها تضغط سهم يمين. طبعا هذا الشرح للناس المبتدئين في اللعبه اللي ما يعرفوا ايش فائده الشركه وحابب انه يعرف ايش فائده الشركه، يفك المقطع هذا ويتفرج يحط لايك. نضغط اكس، نحط لوجن. طبعا هذا اللي هو سبيشال كارجو، اللي هو مستودع البضائع. مستودع البضائع يا طويل العمر، نخش عليه يجيك هنا اللي هو الخريطه اللي هي كده، عرفتوا؟ هنا يجي الاول اللي تملكها واللي ما تملكها. شوف اللي تملكها تيجي بالاخضر واللي ما تملكها تيجي بالاحمر. طيب هنا نضغط على اوند. اوند انا عندي هنا هذه الشركة حقتي. هنا ايش فيه؟ هذا مستودع السيارات، لا مستودع البضائع حقي. مستودع البضائع، شوف تبى تشتري، تبى تجيب، انت الحين تبى تجمع بضائع، تبى تجيب كرتون واحد مكتوب واحد ب 2000 دولار. قلت بس انت حتبيعه ب 10000، حتبيعه ب 10000 يعني كسبان كم؟ ناقص 2000 كسبان 8000. اوكي؟ هنا كرتونين ب 8000. طبعا انت لما تيجي تبيع كرتونين ما راح يجيك مثلا 10000 و10000 20000، لا حيزودوك ممكن 3000 6000 زي كده. كل ما تزيد الكرياتين كل ما زادت الفلوس. اوكي؟ مرة حلوة ترى تجميع البضائع. أنا من العالم كنت أجمع بضائع، بديت بمستودع صغير، بعدين بديت بمستودع وسط، بعدين صار عندي الكبير وجمعت فيه مرة مرتين وسحبت عليه لأنه عرفت الجليتشات. وتعطيك ليفل كمان، تعطيك ليفل. جمع بضائع والله حلوة ترى البضائع. أنا عن نفسي يعني عندي كل شيء في اللعبة، وعندي الملايين وباقي جمع بضائع، ليش؟ لأنه أدور ليفل بالشيء مش ممنوع، يعني بدون جليتشات. أحب أجمع بضائع. عرفت؟ والعب مهمات كمان. اللي يعرفني يعرف اني انا، يقول اللي ما يعرفك ما يجي لك شيء زي كذا. المهم نضغط على السمول. طبعا هذه المستودعات البضائع اللي تجي الاحجام الصغيره، شوفوا هذه اسعارها. وبعدين يجيك الميديوم، اوكي، وبعدين يجيك اللارج. نشوف اللارج كم سعره. طبعا انا اشتريت ارخص واحده اتذكرها ب 2 مليون، ما ادري اذا رخصت الله اعلم. اوكي نروح بعدها على ال شو اسمه، خلينا نضغط هنا، لا هنا، ايوه خلينا نضغط كده. اوه انا قيدي اصلا في المكان البضائع. شوفوا انا مجمع 9 صناديق من 111 صندوق. اوكي اذا وصل عندي 111 خلاص اقدر ابيع. طبعا هذول الشباب اللي قد كانوا عندي موجودين وباعوا معايا. اوكي انا مجموع البضائع اللي بعتها من يوم ما اشتريت مستودع البضائع، البضائع اللي بعتها، عرفت؟ جبت 19 مليون و55 الف. البضائع اللي جبتها اللي بعتها يعني تتجمع يعطوك احصائيه هنا، عرفتوا؟ عدد مستودعات البضائع عندي واحد. وهذه اللي فوق ما في صراحه اجلس اشرحها. هنا 8% والفاضي، والفاضي 92%. طيب هذه اشياء كلها مو مهمه. نروح لجراج السيارات. جراج السيارات احلى من بضاعه، احلى من البضاعه بالنسبه لي بمليون مره. تجميع البضائع، تسرق سيارات وتبيعها، تسرق سيارات وتبيعها، مره حلوه. اوكي شوفوا انا كم جمعت من يوم ما اشتريت، من يوم ما اشتريت المستودع حق السيارات 36 مليون و723 الف. طبعا بعت بضائع انا بنزل لها مقطع لحالها لانه شرحها مره طويل. اوكي هنا تيجي تضغط سكور فييكل عشان تروح وتسرق سياره وتبدا المهمه. ما له شرح، الشرح البسيط انه ايش تسرق سيارات وتبيعها. شرح تفصيلي حنزل عنها مقطع لحالها تجميع السيارات.
اوكي، مره حلوه تجميع السيارات، انا انصحكم بيها كمبتدئين ومالك في الجلتشات برضو زي كذا. حلوه يا اخي، حلوه، العب العب، حلوه المهمات. طيب هنا عندك السبيشال فيكل. السبيشال فيكل في بعض السيارات عندك من هذه اللي هي السبيشال، سيارات السبيشال تيجي عليك عندك سعرين، سعر غالي وسعر مخفض. اوكي، كيف تفتح السعر المخفض؟ العب المهمات هذه، اي شيء عندك عليه سعر غالي ومخفض عليه قفل، العب المهمات هذه العبها، خلاص السعر الغالي يروح ويصير عندك السعر المخفض. عرفت يعني؟ في النهاية جميلة، عرفتوا؟ ونخرج في شيء كمان؟ لا ما في شيء كمان. في حاجة ثانية بس برضو بشرحها، بس مو لازم انك تسويها. مثلا نروح اول شيء خلينا نخرج من البيت. Our fearless leader. نروح على الروف. طيب تضغط التاتش باد، بعدين نروح عند الفي اي بي ورك. طبعا الفي اي بي ورك اللي لاحظته لما سويت حسابات ثانيه، تقدر تسوي الفي اي بي ورك بدون ما تشتري الشركه. اوكي، تسوي الفي اي بي ورك بدون ما تسوي الشركه اللي هي تشتريها. الفي اي بي ورك مره حلو، الفي اي بي ورك يعطيك فلوس يعني 30,000 دقيقه، احسن انك تروح مهمه وتموت كل شويه في المهمه، ولا يخشوا معك ناس اغبياء ويخسروك في المهمه. العب المهمات هذه، وافضل مهمه اللي هي الهيد هانتر، يعطيك 4 اهداف، تروح تقتلهم اعطوك 30,000. اول كان يعطيك 20,000، الحين صار يعطوك 30,000. مره حلوه، انصحكم فيها الهيد هانتر. وكل 4 دقائق تعيدها، كل 4 دقائق تعيدها، كل 4 دقائق تعيدها. اول كانت 4 دقائق على المهمه نفسها وتقدر تلعب مهمه غيرها، الحين خلاص اي مهمه تلعبها الكل يتقفل، يصير ينفتح معك بعد 4 دقائق. وبس هذا كان كل المقطع. اتمنى منكم ان اعجبكم المقطع تحطوا لايك، تنشروا المقطع عشان غيرك يستفيد، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.